حول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف الدكتور مصطفى السيد الأمين العام للمؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية. بعد التحية دكتور. دكتور، هل توضح لنا آلية تنفيذ توجيهات سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة بإطلاق منصة للتسجيل الإلكتروني لدعم الفئات المتضررة من كورونا؟ دكتور مصطفى. مرحبا مرحبا، مساء الخير. أهلا بك، مساء النور. أعيد السؤال دكتور، هل توضح لنا آلية توجيهات سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة بإطلاق منصة إلكترونية لدعم الفئات المتضررة من أزمة كورونا؟ إن شاء الله شرفني. أول شيء، نعم دكتور أسمعك. أول شيء إن البرنامج دعم ككل بتوجيهات من سيدي جلالة الملك ودعم حكومة البحرين بقيادة سيد سمو رئيس وزراء ولجنة متابعة أمور الكورونا بتنسيقية برئاسة سيد سمو ولي العهد، اللي كلف المؤسسة الخيرية الملكية ب قيادة سمو الشيخ ناصر للقيام بالحملة جمع تبرعات ومن ثم توزيع هالخير خير أهل البحرين. نعم. إلى المواطنين. التوزيع يكون في هالمرحلة، عندنا عدة مراحل في هالمرحلة، على 3 جهات. 5000 اللي حصرناهم من الفئات المتضررة المحتاجة وعندنا التقييم الكامل، إضافة اللي راح يسجلون في الصفحة الإلكترونية. نعم. والشروط طبعا، وبعدين أيضا في شقين للدعم بالنسبة للأسر المنتجة وأصحاب المهن الغير مؤمن عليها. بالنسبة للأفراد الفئة المحتاجة، مثل ما قلت عندنا التقييم حوالي 5000، نقوم مباشرة بدعمهم حسب ظروفهم وعدد أفراد الأسرة. وبالنسبة للأسر المنتجة عندنا تنسيق مع وزارة العمل تقديم الدعم المناسب، إضافة للفئة اللي قلت غير مؤمنة بالتنسيق أيضا مع وزارة العمل ووزارة التجارة والصناعة والسياحة. العملية إن الشخص يتقدم لنا إلكترونيا لأسباب الكورونا ما نقدر نستقبل الناس. نعم. ونقيم احتياجاتهم حسب فورمة واضحة وبشرط إنه يكون بحريني. هاي الآلية. إذا في سؤال آخر. نعم دكتور، طبعا هل هناك مبادرات أخرى سترى النور قريبا دكتور مصطفى؟ أكيد في مبادرات، الله يحفظك. نعم. كثيرة ومتواصلة، يعني هالمبادرة الحالية اللي أقرها سمو الشيخ ناصر. نعم. هاي نكون مرحلة ثانية. وبكرة في بعد مبادرة تحت اسم غذائك أو طعامك في بيتك. احنا نحاول كل مبادرة نخلي اسم رنان عشان نحفز الموظفين على الإبداع والإنتاج. هاي عن طريق نوصل السلة الغذائية إلى أسر الأرامل والأيتام بالتنسيق مع وزارة الداخلية. ومن الواجب أشكر معالي وزير الداخلية وفريقه والمتطوعين على جهودهم الجبارة. هاي بكرة، يعني هاي بين ساعات الأخيرة قبل ما يجيكم البرنامج. ومن الآن لبكرة قمنا بتنظيم هالبرنامج. نعم، جميعها مبادرة سترى النور قريبا وربما غدا إن شاء الله.
نعم دكتور مصطفى السيد الأمين العام للمؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية، شكرا جزيلا لك.